سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. دفاعا عن مالك متجر شمالي، مسلحون محليون يشتبكون مع قوة أمنية في عدن. أكد انعقاد البرلمان بعد العيد البركاني أي ممارسات مناطقية ضد المواطنين في عدن تخدم الحوثيين. مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري جنوبي شرق أبين. بعد سيطرة الحوثيين على الشركة في صنعاء، إدارة سبافون تنقل مركزها الرئيسي وعملياتها إلى عدن. مار بريس، استشهاد نجل قيادي بارز بحزب الإصلاح. قوات الشرعية تنجح في نصب كمين محكم للحوثيين. مساء حوثية لتجنيد النساء. الغذاء العالمي يخضع للضغوط الحوثية ويوقع اتفاقا لدعم مسيرة الميليشيا بالمليارات. التغيير نت. الثوري يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في عدن. مارب، قتل وجرح حوثيين بنيران الجيش وغارات التحالف بسرواح. مكون الشباب المستقل في الحوار الوطني يدين الانتهاكات التي تطال المواطنين من أبناء الشمال في عدن. قصف حوثي على مجمع إخوان ثابت الصناعي في الحديدة. الصحوانت. أكثر من 11,000 انتهاك، تقرير يكشف انتهاكات مرعبة ارتكبها الحوثيون بحق أبناء حجور. الجيش ينصب كمينا محكما للحوثيين شرق البيضاء. مقتل جندي وجرح 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا في أبين. قتل وجرح حوثيون بقصف مدفعي للجيش غرب الجوف. استشهاد نجل قيادي بإصلاح الحجة في جبهة نهم. وكالة سبا، مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية لنازحي صعدة في الجوف. تدشين دورة استمرارية الأعمال ضمن مشروع بريف وومن بحضرموت. تدشين ورشة تدريبية في الصحافة الاستقصائية لطلاب الإعلام بجامعة تعز. اختتام دورة تدريبية لمتطوعات صحة المجتمع في عسيلان بالشبوة. وزارة التعليم العالي تنظم لقاء تشاوريا لمناقشة العملية التعليمية في الجامعات الأهلية. السعودية تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن. العاصمة أونلاين. استشهاد نجل قيادي بإصلاح حجة في نهم شرق صنعاء. مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع كسوة العيد في 9 محافظات يمنية. الرئيس هادي يوجه بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين. في أضخم تحرك مدني، منظمات حقوقية تندد بالصمت الدولي تجاه جرائم الحوثيين. ميليشيا الحوثي تواصل الزج بالأطفال إلى جبهات القتال. سبتمبر نت. قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية في باق بصعدة. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للميليشيا في جبهة مقبنة بتعز. قتل من الميليشيا في كمين للجيش شرقي البيضاء. مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية في قصف للجيش غربي الجوف. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الصفراء بصعدة. الجيش يكبد ميليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد شمالي الضالع. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية. الانقلابيون يقصفون مصنعا للورق بالحديدة ويحرقونه بالكامل. الحوثي والقاعدة تحالف استراتيجي بدعم إيراني. التحالف ما يدعيه الحوثيون والأبواق الإعلامية متعاطفة معه قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات. الشرق الأوسط. المعلم يستدل بإسرائيل والحوثيين على الإساءة المتعمدة للأطفال. أكد مضي بلاده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صغار السن في الأزمة اليمنية. السعودية تؤكد عزمها اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال لليمنيين. الشرعية تتهم الحوثيين بتدمير حياة 4 ملايين طفل. السعدي، الانقلابيون حرموا 1 مليون طالب من الدراسة خلال عامين. العربية نت. صعدة،
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الصفراء. صنعاء ميليشيا الحوثي تخطف ناشطة حقوقية من بين أطفالها. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره موقع عدن الغد للكاتب الدكتور محمد حسن عسكر وزير حقوق الإنسان، وجه فيه رسالة إلى رفاق المقاومة. في الوقت الذي نعبر فيه عن خالص العزاء والتعاطف مع ذوي الحادثتين الإرهابية، فإننا بالمقابل نرفض بكل السبل أي ردة فعل منفلتة ومنتهكة لحقوق الآخرين الذين يعيشون بحرية وكرامة. فمثل هذه الأفعال الطائشة ندينها ونستنكرها، إذ أنها وفي المقام الأول مسيئة للشهداء أنفسهم، فضلا أنها تمثل انتهاكا لكل القوانين والشرائع والأديان والأعراف المجمعة على أن جريمة شخصية ولا يتحمل وزرها إنسان آخر مهما كانت صلة قرابته أو انتمائه. ففي كل الأحوال مثل هكذا ردة فعل تجاه المدنيين الأبرياء لا يوجد لها أي مبرر أخلاقي أو إنساني أو نظامي، فلا يرتكبها سوى فاقد البصيرة والحكمة ومن أعماه الغضب ولا يدري عواقب أفعاله على نفسه قبل الآخرين. وينبغي التأكيد كم هي القضايا العادلة التي سقطت أو أسقطت بفعل توجيه سيل الغضب العارم لوجهات لا تصب لمصلحة أصحاب القضية ذاتها، ويبدأ ذلك بنزع الإطار الأخلاقي والإنساني للقضية العادلة لتلقى بعد ذلك إلى مستويات تفقدها التعاطف العام والحزام الأخلاقي لتكون عرضة للتفكك والتلاشي. فما هو معلوم هو أنه ما من عملية إرهابية أو جنائية إلا ويتبعها إجراءات ضبطية أو احترازية لمنع وقوع هجمات جديدة وللكشف عن أي هجمات محتملة، وهذا معمول به في كل دول العالم الحرة والمتحضرة. وغير ذلك فإن أي فعل لا يحترم إجراءات العدالة هو فعل غاضب ومنتهك ومضيع للحق أكثر من كونه يصب في مصلحة الفاعلين. وما قام به البعض من تجاوزات بمديريتين أو ثلاث بعدن وبشكل عشوائي تجاه إخواننا المدنيين من بعض المحافظات الهاربين من ظلم وجبروت القوى الانقلابية المهيمنة اليوم على صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية، لهو أمر ليس له علاقة بالجنوب وقضيته العادلة. يمن فويس نشر مقالا لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تحدث فيه عما أسماه زمن البؤس وغياب الوعي. لا تتركوا مصائر الناس والوطن لردود الفعل العمياء، لا تتركوها بيد الجهلة، ولا تقسوا على العامل الكادح في وطنه وأرضه وبين أهله، لا تحملون وزر غيره، ولا تقفلوا في وجهه أبواب الرزق على ندرتها وقلة مردودها. هذا زمن البؤس اليمني الذي يقترب بنا جميعا إلى الهاوية. توقفوا ولو لمرة واحدة للتفكير في المستقبل ولكن دون تعصب. العدو الحقيقي الذي قتل شهيد أبو اليمامة ورفاقه اليوم هو نفسه من قتل شهداءنا أحمد سيف والصبيحي والزنداني والشدادي وطماح. لا تعمقوا جروح الوطن، وقد حان الوقت لتنظروا للأمور بعين العقل والحكمة والتبصر. القتلة الحوثيين في صنعاء والقتلة الإرهابيين في عدن، وإن اختلفت مسمياتهم وأدواتهم يلتقون على هدف واحد هو قتلنا وتدمير بلدنا وتمزيق أواصر القربة فيما بيننا. هم من سفكوا دماء أبنائنا في المنصورة والمحفد والجلاء، ولا زالوا يسفكونها في كل مكان في اليمن. إن من أزهق الأرواح اليوم هو نفسه من أحرق عدن وهاجم تعز والضالع ولحش والصبيحة والبيضاء ومأرب وعتق والجوف قبل سنوات، ولا زال يرتكب الجريمة بعد الأخرى. حافظوا على حياة المواطن وأمنه وسلامة ممتلكاته وحقوقه المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الإنسانية الدولية. ترويع المواطن اليمني لأنه من محافظة شمالية بهذه القسوة فعل جاهل وظلم لا يقبله شرع ولا قانون ولا أخلاق. توقفوا، فربما هذه هي الفرصة الأخيرة للم الشمل وإطفاء الحرائق وإعادة الاعتبار لوطن يراد له الأذى والألم. فقد لا تتاح لنا جميعا فرصة أخرى لتدارك الكارثة قبل وقوعها. احذروا الحوثيين ومن خلفهم إيران، واحذروا القاعدة وكل أشكال الإرهاب، ووحدوا الصفوف خلف الشرعية والتحالف، وتذكروا أن أحدا غيرنا لا يستطيع تحقيق السلام في اليمن، وأن للمجتمع الدولي اهتمامات أكبر، فهو لا يهتم كثيرا لما يجري في اليمن أو في الوطن الكبير.
حتى وإن بدا لكم غير ذلك. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب محمد جميح تحدث فيه عن ردات الفعل من بعض من لا يفرقون بين الخلاف السياسي والخصومة السياسية. عندما نرى الحوثي يضرب قيادات عليا تتبع المجلس الانتقالي، ونرى أن التحريض الإعلامي ينصب على أطراف في الشرعية، فهذا يؤكد أن من يقف وراء هذا التحريض ينطلق من خصومات سياسية لا علاقة لها بدماء شهداء الجنوب التي سفكها الحوثي، ذلك أن هؤلاء تحركهم إفرازات حرب 94 لا تداعيات حرب 2014. لا يرى بعض منتسبي المجلس الانتقالي في الحوثي خصما حقيقيا، لأنه لا يشكل منافسا سياسيا مستقبليا لهم في جنوب اليمن لعدم وجود حاضنة شعبية لهم هناك، لكنهم يخصون الإصلاح بالعداوة كونهم يتصورونهم خصما مستقبليا بالجنوب لانتفاء الخلاف المذهبي معه، ولذا يضربهم الحوثي ويهاجمون الإصلاح. يجب أن نكون حريصين ولا ننجر لتحقيق هدف الحوثي في ضربنا ببعض، لا المجرم الحوثي الذي اعتدى على عدن يمثل الشمال، ولا المجرم الذي اعتدى على الأبرياء فيها يمثل الجنوب. الشمالي هو من أدان مجزرة عدن، والجنوبي هو من استنكر ما جرى للأبرياء فيها، وهؤلاء هم المنحازون للإنسان لا للسياسة. عندما يضرب الحوثي على منشآت مدنية سعودية ويتبنى عملياته، تبادر السعودية إلى اتهامه بالعمليات ولا تحمل الأبرياء جريمة أفعاله. أما بعض أخوتنا في الانتقالي فسارع إلى تبرئة الحوثي من ضربة عدن، واتهم أطرافا في الشرعية حتى دماء الشهداء تستخدمونها لتصفية الحسابات السياسية. أدانت الشرعية بكل أطيافها جريمة الحوثيين في عدن، وتبنى الحوثي الجريمة وافتخر بارتكابها. وأمس كنت على قناة تلفزيونية ومعي زميل من المجلس الانتقالي قال: نحن صراحة نشكك في رواية الحوثي في أنه من قام بالعملية، ونتهم أطرافا في حكومة الشرعية. الحوثي يتبنى وأنتم تبرئون، إيش جرى للعالم؟ محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح حسن سميع كتب تغريدة وجه فيها رسالة إلى قيادة الشرعية وقيادة التحالف العربي. ترحيل وطرد أبناء المناطق الشمالية من عدن والضالع ولحج رجاء لا تقولوا من الجنوب، لأن ما يفعله همج المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب، ففي حضرموت وشبوة وأبين والمهرة هذه الأفعال ليست موجودة، ويعيش فيها جميع أطياف الشعب اليمني بكل حرية وكرامة. مختار الرحبي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن ممارسة الميليشيا في الحزام الأمني. ميليشيات المجلس الانتقالي المتمردة تمارس أبشع أنواع الجرائم بحق أبناء الشمال في عدن في ظل صمت مخزن من المنظمات الدولية والمحلية. هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسوف يتم ملاحقة كل القيادات التي شاركت في هذه الجرائم من قبل القضاء المحلي والدولي. الدكتور عبد الله النفيسي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن تورط إيران وتدخلها العسكري المباشر وإدارتها للعمليات العسكرية من اليمن. شخصيا أشك بأن الحوثي لديه القدرة الفنية لإدارة عمليات معقدة مثل طائرات بدون طيار تصيب أهدافها بهذه الدقة، أو توجيه صواريخ باليستية تصيب مطارات في السعودية. أنا أرجح تورطا عسكريا إيراني مباشر يدير هذه العمليات من أرض اليمن. هدى أصراري كتبت تغريدة تحدثت فيها عن لغة التأجيج والشحن التي تمارس من قبل بعض الإعلاميين المحسوبين على الإعلام وعلى الشرعية. لغة التحريض والتأجيج والشحن الذي تنتهجه بعض الأقلام المأزومة والمحسوبة على الإعلام والسياسة أو حتى حقوق الإنسان لن يفضي إلا لمزيد من الظلم والموت والدم، والضحايا هم الأبرياء الذين لا نافت لهم ولا جمل في هذا الصراع. أحترم الدماء التي سقطت وعاطفة الأمهات، أحترم هذا الوطن. علي العمراني سفير اليمن لدى عمان كتب تغريدة تحدث فيها متسائلا عن ما الذي يريده من يمارسون التحريض الطائفي والمناطقي والعنصري. تحريض
تحررت عدن في 2015 وتم تسليمها من ميليشيا الحوثي الفاشية الطائفية إلى ميليشيا جهوية فاشية أخرى، ولذلك يجري اليوم الطرد والتنكيل والظلم بالهوية والجملة. من حقنا نسأل أي تحرير هذا؟ ومن واجبنا أن نسأل الذين يدعمون ويمولون، هل هذا ما تريدون فعلا؟ خطاب الروحاني الصحفي والإعلامي كتب تغريدة تحدث فيها عن محاكمة، نعتذر مشاهدين الكرام. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وحتى الملتقى، أستودعكم الله.